عينا الـ يعني لو بلان تاع استغلال الموقع اللي راح ممكن يكون موقع سياحي بامتياز ثقافي سياحي من خلال المسار اللي مرسوم، وممكن جدا ايضا انه من خلال منحه من خلال دفاتر الشروط للمستثمرين الخواص ممكن هذا الموقع يعود بالفائدة لكل المنطقة ولأبنائها خاصة. متواجدين بموقع زموري، هو موقع أثري مهم جدا وخاص جدا لأنه يعود إلى فترة إسلامية وهي من الفترات الآثار النادرة في الجزائر. هذا المعلم من شأنه أنه يصبح معلم أثري مهم جدا لأنه يؤرخ لفترة فترة الرابع هجري، وهي فترة يعني أثارها قليلة في الجزائر.